تحدث هنا عن منطقة محور عمليات داديخ وكفر بطيخ. لاحظوا معي، هذه هي الصور الأولى. طبعا تعتبر هذه الطائرة تابعة لحلف الناتو وأيضا أمريكية الصنع، تسلم للجيش التركي، يستعملها النظام التركي في مشاركته في العدوان على المناطق عند محور الجبهة في ريف إدلب. طبعا طول الطائرة هو بحدود 15 متر إلى 20 متر تقريبا، أو 15 متر، وطول الجناحين 12 متر. هي مزودة بأنظمة ليزرية، مزودة أيضا بأربع صواريخ، تستعملها أو يستعملها النظام التركي في استهداف مواقع للجيش العربي السوري، وتعتبر فخر الصناعات الحربية وفخر حلف الناتو. طبعا يتم توجيهها من الأرض عبر الليزر، ومزودة بقواذف، كانت هي فوق محور النيرب وأيضا داديخ وجوباس. وكما قلت، فخر الصناعة لحلف الناتو، تم إسقاطها، هي الرابعة من نوعها. هذه هي الصواريخ أو أجهزة الليزر التي تحملها هذه الطائرة، إضافة إلى الصواريخ التي يتم عبرها الاستهداف في مناطق سيطرة الجيش العربي السوري.